ليبيا مسلسل تلقاو شويه على الصعوبات ليبيا معاها اليوم ما شاء الله بسكور بحنا والله الحمد لله. لوكازيون نتصور الاولانيه ولا الثانيه اللي جاتنا معناها ماركيناها هذيك اللي خلتنا نلعبوا معناها مرتاحين في الماتش. اليوم عملنا اداء ونتيجه نتصور الحاجه الباهيه اللي خلقنا برشا فرص ما سجلناهمش الكل، ثلاثه بونتوات معناها نسميو 50-60% من الفرص اللي جاونا ماركيناهم، موجودين ما بيجيو 8-9 فرص كما اليوم. ما الحمد لله معناها المنتخب قاعد يوصل للمرمى المنافس الحمد لله. تبع فيك في قطر الظهر اللي بديت ترجع في الفورم حتى من ليبيتور في الشامبيونات نتاع قطر، تطمح البيتور غادي؟ نو ما عادش ولا اولينكا كيف ما عادش نطمح البيتور. واحدة انا خويا كان يحب كان نعطي والو اليوم انا ما عادش نطمح البيتور. عندك حق يا خويا اكيد ما فرجاني شوية صحاب شوية انت وياه ما جاش الستاج هذا شكون؟ فرجاني ايه اكيد كما بعضنا ديما غادي فرجاني انا ولد المنتخب ولد تونس هذا نصور البريود جاي ان شاء الله يكون حاضر في المنتخب كان يشوف المدرب اللي هو نجم يكون حاضر في المنتخب اللي صار مع الخاوي نجم يقلق شويه الجو في الجروب نو ولا لا اكيد انا شفت اللي هبطوا خاوي فماش حاجه مست من المجموعه ولا فماش حاجه وجعت عبيد حاب يوضح حاجه والفيدراسيون زاده وضحت حاجه وكا وفات غادي